السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الشيخ الدكتور علي محي الدين القرداغي. ولد ضيفنا عام 1949 بمنطقة القرداغ بمحافظة السليمانية في كردستان العراق من أسرة علمية يرجع نسبهم إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. حصل ضيفنا على شهادة الماجستير في الفقه المقارن عام 1980 وشهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون عام 1985 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. ضيفنا خبير بمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. أسس وشارك ضيفنا في تأسيس العديد من المنظمات الخيرية والهيئات الفقهية الإسلامية الدولية. لضيفنا فضيلة الدكتور القرداغي العديد من الكتب، أكثر من 30 كتابا في مواضيع مختلفة متعلقة بالفقه والفكر الإسلامي، وله أكثر من 100 بحث علمي منشور، ومن أشهرها فقه الميزان والحقيبة الاقتصادية التي تقع في 14 مجلدا. اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ علي محي الدين القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بك معنا دكتور علي. ومرحبا بكم ومن خلالكم بجميع المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله دكتور، سعداء بهذه الاستضافة الكريمة وبإتاحة الوقت لنا. دكتور، عندما نقرأ سيرتكم الكريمة الطيبة نجد أنفسنا أمام إنتاج علمي كبير ونشاط واسع في حقول العلم والعمل من ناحية أخرى، وفي خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية. بين يدي هذه الحياة الزاخرة بالعلم والعطاء تبارك الله، كيف يمكن أن يلخص لنا فضيلة الدكتور هذه الرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لجميع الكائنات وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بهدى وثبات. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، تحية طيبة مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكرا لقناة الرافدين أيضا، أشكرهم على إتاحة الفرصة لي حتى ألتقي بإخواننا وأخواتنا من متابعي هذه القناة. أما بالنسبة لسؤالكم، أولا كما قلت هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا شك، إليه يرجع الأمر كله من قبل ومن بعد. ثم بعد هذا التوفيق بفضل الله تعالى هو التأسيس الأولي الذي كان حريصا عليه والدي رحمه الله ووالدتي رحمها الله، حيث كانت حقيقة ضبطتني تماما وحفظتني القرآن الكريم من خلالها ومن خلال أحد الأساتذة الذين كانوا موجودين، وعمري 8 سنوات ونصف. ثم بعد ذلك سلموني لعمي وكان شديدا في التعليم وكذا، وكذلك لخالي رحمة الله عليه، فنشأت بين أيديهما بفضل الله تعالى. ثم بعد ذلك حقيقة حاولت بقدر الإمكان حتى يكون إن شاء الله استفادة لإخواننا وأبنائنا الباحثين والباحثات مسألة التنظيم، تنظيم الوقت. نعم، أنا أعتقد بركة معظم البركات تجي عادة، أنا يعني أنام مبكرا وأصحو مبكرا، يعني بعد صلاة الفجر تقريبا أبدأ بعملي وأبدأ بقراءتي ومراجعتي وكل شيء. فهذا التنظيم للوقت بفضل الله تعالى مع التأسيس ساعدني على أن يكون لي حقيقة القدرة على الجمع بين التعليم والعلم، نعم، وبين الكتابة والبحث، وبين الدعوة والأعمال الإدارية والاقتصادية وغيرها. نعم،
كل ذلك أيضا إلى جانب أنكم تخصصتم من وقت مبكر في أحد أهم الجوانب من الفقه الإسلامي دكتور، المتعلقة بالمعاملات الإسلامية وبالنواحي الاقتصادية، وهي من الجوانب أقول يعني ربما المهملة أو التي لا يهتم بها العلماء كثيرا في هذا الزمان. صحيح، وهذا توفيق من الله أيضا، حيث حقيقة كانت لي رغبة عندما أردت أن أكتب رسالتي الدكتوراه، حقيقة توجهت إلى الفقه المعاملات، وأخذت كما يقولون بالعمود الفقري يعني القانون المدني والقانون التجاري، وهو ما يسمى بالرضا أو سلطان الإرادة. ثم لم أكتفي بذلك، أيضا أخذت دبلوما في الاقتصاد الوضعي، ثم يعني بعد ذلك دخلت مباشرة. وأنا كنت في القاهرة، كنت أتعامل مع أستاذ عيسى عبدو، وهو كان أستاذي حقيقة، يعني ليس رسميا لكنه تتلمذت على يديه، وكذلك أستاذ أحمد نجار، وكانوا بصدد إنشاء البنوك الإسلامية أو في بداية البنوك الإسلامية. فحقيقة الحمد لله يعني وقعت ويعني توجهت نحو الجانب العملي، ثم بعد ذلك من خلال إشرافنا على البنوك الإسلامية ومنها بنك دبي الإسلامي الذي يعتبر أول بنك إسلامي، حقيقة هذا دفعنا إلى أن نبحث المزيد والمزيد، ووفقنا الله سبحانه وتعالى كما حضرتك قلت لكتب كثيرة في الاقتصاد، ومنها هذا الكتاب الذي في طبعته ثانية 14 مجلدا ضخما بإذن الله تعالى. الحمد لله. لا عجب دكتور أن غدوتم يعني نتيجة هذا الجهد المبارك قاسما مشتركا في معظم الندوات البحثية والمؤتمرات العلمية والمجامع الفقهية التي تعقد في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه. وأنا هنا أريد أن أسأل سؤالا يتعلق بنصيحتكم لطلاب العلم، بماذا تنصحون طلاب العلم حتى يستطيعوا الوصول إلى هذه المكانة العلمية؟ حقيقة هو أنصحهم أولا بترسيخ العلم، وخاصة العلوم الأساسية التي هي تبني الإنسان، مثل علوم اللغة بجميع أنواعها، وعلوم الأصول الفقه، وأصول الحديث، وأصول التفسير، وكذلك حقيقة العلوم المساعدة مثل علوم المنطق وحتى علم الكلام والفلسفة وما أشبه ذلك. هذه العلوم تساعد، ثم بعد ذلك على طالب العلم أن يجمع بين الأصالة وبين القديم والجديد، بين القديم الصالح والجديد النافع. فهذا التزاوج أو هذا التناغم بين القديم والجديد حقيقة يساعد طالب العلم. إحنا اليوم مع الأسف الشديد نعاني من أمرين، أو من أحد الأمرين، إما أن يكون طالب العلم لم يدرس العلوم الأساسية مثل هذه العلوم التي ذكرتها، وبالتالي يدخل مباشرة في الفقه أو في دراسات الفقهية، فبالتالي لا يكون له العمق المطلوب، أو بالعكس يكون يعني حاصرا نفسه في الكتب القديمة ولا يمكن أن يتطور، فهذه الإشكالية. فلذلك نصيحتي هو الجمع بين هذين الأمرين، ولكن هذا الجمع لا يكون بمجرد الشعار أو أمنية أو تمني، وإنما ببذل الجهد والحفظ والجمع بين الحفظ والفهم الصحيح، حتى يتحقق له أو حتى تتحقق له هذه النتيجة المرجوة بإذن الله تعالى. تمام. ننتقل فضيلة الدكتور إلى محور آخر في النقاش، يتعلق بالموقع الذي تشغلونه في الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونحن نعرف أن هذا الاتحاد هو أحد أهم المؤسسات العلمائية لدى الأمة العربية والإسلامية، ولكنه أيضا واحدة من المؤسسات الأكثر إثارة للجدل إنجاز التعبير. صحيح. وإلى درجة أن بعض الأنظمة العربية في السنوات الأخيرة أدرجته على قوائم المنظمات الإرهابية. السؤال صحيح. اليوم، هل أضحى الاتحاد مصدر خلاف أم وحدة للأمة؟ بارك الله فيكم. حقيقة الاتحاد حينما أسس
يعني جاء تفكير في التأسيس في بداية التسعينيات، وإن كان التنفيذ بدأنا حقيقة مع سماحة شيخنا القرضاوي حفظه الله في عام 2004، لكن التخطيط والترتيب وإرسال الرسائل إلى علماء الأمة والسعي لإيجاد بلد يعني يحتوي ويضم ويوافق على احتواء الاتحاد العالمي لم نجد في ذلك الوقت في العالم العربي والإسلامي. فذهبنا حقيقة إلى إيرلندا الشمالية وأخذنا موافقة على إنشاء الاتحاد، ثم عملنا المؤتمر في عام 2004 بلندن. هذا الاتحاد اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يضم عشرات الآلاف من العلماء وأكثر من 52 جمعية علمائية، منها بعض الجمعيات العلمائية في أندونيسيا، يعني عددهم يزيد عن مليون عضو، وإن كان ليسوا كلهم علماء لكن هم العلماء يشرفون بالمدارس والترتيبات. فالآن اتحاد أصبح بفضل الله تعالى يحسب له الحساب، وأصبح يعني حقيقة أنا في نظري رقما مقبولا وصعبا أمام من تسول له نفسه أن يشوه صورة الإسلام الحقيقي، أو أنه يسند إلى الإسلام ما ليس منه، أو يحاول أن يشوه صورة الإسلام كما حدث في داعش والقاعدة وبوكو حرام وما أشبه ذلك. فبين الأمرين المتطرفين والمفرطين والمفرطين، فالاتحاد يعمل حقيقة بشكل جيد وبشكل طيب. ووجود يعني مثل بعض الدول لا يخفى على حضراتكم على إدخال الاتحاد في ضمن المنظمات الإرهابية، أربع دول مع الأسف الشديد، هي حقيقة هذه القضية قضية سياسية مع الأسف الشديد، ولم تكن قضية علمية. لأنه على سبيل المثال المملكة العربية السعودية حقيقة رغم كل ما تفعل نحن نكن لها الاحترام والتقدير لكل دولة، ولكنها مع الأسف الشديد أخطأت حقيقة حينما يعني لم تستوعب ما بنيت عليه المملكة. المملكة بنيت على أساس الإسلام والعقيدة والشريعة، فحينما المملكة تحارب التوجه الإسلامي أو تحارب اتحاد العالم لعلماء المسلمين أو تسجن أكثر من حوالي من 80 عالم، 80 عالما من علماء الاتحاد و150 عالم من غيرهم، هذه الأشياء هذه تصرفات حقيقة أنا أعتقد تصرفات سياسية وليست شرعية. أما في المواقف فاتحاد أثبت بأنه إن شاء الله يقف مع الحق أينما كان ولا يخاف في الله لومة لائم، وربما يعني وقوف الاتحاد مع الحق أينما كان، يعني نحن أيدنا التحالف ضد الحوثيين لأن الحوثيين انقلبوا على الشرعية، وأيضا رفضنا كما رفضنا الحوثيين رفضنا الانقلاب غير الشرعي في مصر. نعم. وكذلك وهكذا. فنحن حقيقة مشكلتنا، وإحنا إن شاء الله سنسير على هذا، وهذا عهد من الله أخذه رب العالمين من العلماء أن يبينوا الحق ولا يكتمونه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نحن حتى بالنسبة يعني إذا تسمح لي حتى تفضل. بالنسبة لقطر، لما قطر أتوا بأنهم يستضيفون كأس العالمي، فأتوا في البداية ببعض الرياضيين، نحن نددنا بهذا العمل، ولما زار أحد المسؤولين قطر نددنا باسم فضيلة الشيخ يوسف وباسم الاتحاد، وكذلك فعلنا مع المغرب، والمغرب رئيس الاتحاد ومن المغرب، لكن نددنا بالتطبيع في المغرب، وهذا إن دل على شيء أعطانا مصداقية بأننا لسنا تابعين لأي دولة ولسنا تابعين أيضا لأي حزب ولا لأي جماعة. إحنا معنا نائب الرئيس فضيلة العلامة الشيخ أحمد الخليلي، والذي هو مفتي العام لعمان، وهو حقيقة منصبه حسب الدستور بمقابل رئيس الوزراء، يعني منصبه الرسمي من حيث البروتوكول هو مثل رئيس الوزراء. هذا الرجل يتشرف بأن يكون ينتمي إلى الاتحاد كما الاتحاد يتشرف به، وهكذا. فلذلك الاتحاد حقيقة
نرجو أن يثبت على هذا الحق، لأننا نحن اليوم بصراحة أحوج ما نكون إلى علماء. ولا سيما فضيلة الدكتور، يعني أنت سبقتني إلى نقطة مهمة يعني نناقشها الآن، أن هناك متغيرات سياسية كبيرة جدا، ولابد أن يكون للاتحاد مواقف من هذه المتغيرات والتقلبات السياسية. لكن أريد أن أسأل هنا فضيلة الشيخ، إذا كنا نتكلم عن ثورات عربية على الأنظمة الاستبدادية السابقة، ثم محاولات انقلابية على تلك الثورات بثورات مضادة وتثبيت بعض الأنظمة كما رأينا في أكثر من بلد عربي، أين يعتقد الاتحاد مكمن المشكلة؟ هل هي لدى الشعوب أم لدى الأنظمة أم لدى من يمول هذه الأنظمة بالضبط؟ أحسنت. احنا حقيقة عندنا يعني نظامنا الإسلامي وعقيدتنا وكتابنا، كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مجموعتنا التشريعية والعقدية والأخلاقية كلها تثبت بأن هذه الأمة لا يمكن أن تتقدم أو تتطور إلا إذا كانت هناك حقيقة إصلاحات جذرية في مجال تحقيق العدالة والحرية، وما يسمى بإصلاح النظام السياسي وإصلاح النظام التعليمي. وهذا أيضا هذا يعني عشرات الآيات على هذه المسألة، حتى أول سورة تتحدث بالمناسبة عن قضية الطغيان وخطورة الطغيان. يعني لما رب العالمين يقول أولا إصلاح النظام التعليمي، اقرأ يعني اقرأ كل شيء، وهذا لأول مرة يحدث. كان سابقا الفلاسفة يقرؤون الدنيا والمتدينون يقرؤون الآخرة، فالإسلام يأمرنا بأن نقرأ كل شيء. ثم بعد ذلك يتحدث أن تكون هذه القراءة في ظلال الربوبية حتى لا تطغى هذه القراءة والعلوم كما نراها اليوم في الغرب، وأن تكون هذه القراءة شرط أساسي في ظل كرامة الإنسان. اقرأ وربك الأكرم. أكرم لمن؟ أكرم للإنسان. واو للصحبة، أي أن القراءة الناجحة، القراءة المبدعة، إنما تتحقق إذا كانت في ظل كرامة الإنسان. وهذا أكبر دليل على أنه شوف كبار علماء الغرب الآن بصراحة معظمهم أو قدر كبير منهم من علماء العراق ومن علماء مصر ومن علماء الشام ومن علماء فلسطين، وهنا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء. لما أعطي لهم الحرية استطاعوا أن يفعلوا وربوا. ثم قال كلا إن الإنسان ليطغى. أول آية تنزل، أول سورة تحذرنا من الطغيان. طغيان هو الشخص القوي الذي يطغى على الآخرين، كما أشار سيدنا موسى إنه لما قال أنه يطغى أن فرعون سمي بالطغاة. فالطاغية لا يسمى طاغية إلا إذا معه الحكم والقوة والقدرة. فالإسلام في بداية الطريق رسم لنا إصلاح النظام التعليمي ورسم لنا إصلاح النظام السياسي. الغرب كذلك، وأنا درست حقيقة هذه المسألة بعمق وقرأت فيها كتبا كثيرة، وصلت إلى نتيجة بأن الرواد الأوائل من المفكرين الغربيين وصلوا إلى نتيجة حتمية بأنه لا يمكن أن يتحقق التطور للغرب إلا بإصلاح ثلاثة أشياء بالنسبة له: إصلاح النظام السياسي وإصلاح النظام التعليمي وإصلاح النظام الديني. ولذلك فعلا كانوا يعيشون في جاهلية وفي خرافة وفي كذا وكذا، كما لا يخفى عليكم هارون الرشيد لما أهدى في هذا بلدنا وبلدكم العزيز بغداد، لما أهدى ساعة متحركة وليس رملية كان كبيرة جدا أهدى إلى شارلمان، دول اللي كانوا معه من القصص قال والله هذا يحركه الجن، وأخاف إن هارون الرشيد أرسل الجنيا يحرك هذا حتى يتجسس عليك، فكسروا هذه الساعة الذهبية العظيمة. كانوا من هذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه. نعم. فنحن نؤمن إيمانا إطلاقا بأن هذه الأمة العربية والأمة الإسلامية لا تتقدم إلا بإصلاح هذه الأنظمة، وبخاصة النظام السياسي والنظام التعليمي. وطبعا ندعو نحن إلى الإصلاح بطرق سلمية، بطرق شعبية كما حدثت. فلذلك ليس العيب في الشعوب، الشعوب ثارت بالفطرة وحتى دون توجيه، كما حدث بالنسبة لتونس كما لا يخفى على حضرتكم، وكذلك في مصر وكذلك في العراق. أخي حدث أنتم في المحافظات قمتم
يعني دون أي حزب يحركهم ولا، بل الأحزاب فشلت حقيقة، وإنما الشعب الشعوب قامت، والآن إخواننا في الجنوب أيضا قاموا بنفس الثورة إلى آخرها. فلذلك الشعوب تتحرك بالفطرة السليمة. نعم. والفطرة السليمة هي التي تحركها. فلذلك أنا لكن في رأيي لكن دكتور نعم. ليس العيب في الشعوب، إنما العيب في هؤلاء الظلمة المستبدين الفاسدين. هناك سؤال أيضا متعلق بهذه المسألة، سواء إصلاح النظام السياسي أو التعليم أو حتى النظام الديني بين مزدوجين، ما الجهات المخولة بالعمل على تطوير وإصلاح ذلك، أو ما موقف وما دور العلماء والاتحاد العالمي في هذا الموضوع؟ صحيح. وحقيقة الدور أساسا في البداية، لأنه الدور الأساسي إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لو وجدت حكومة رشيدة لاستطاعت أن تقدم الشعب خلال فترة وجيزة كما حدث في كوريا الجنوبية. وإحنا نتكلم عن الدنيا، الآخرة أمر آخر طبعا. هما بالنسبة للدنيا، كوريا الجنوبية كانت في الحرب، ولما جاءت حكومة جيدة اهتمت بإصلاح طبعا النظام السياسي ديمقراطي كامل والتعليمي، ووصل إلى ما وصل. سنغافورة كان الرجل كان يبكي لأنه لا يجد شيئا، يعني رئيس الوزراء كيف يدير الدولة، ولكنه بدأ بإصلاح النظام التعليمي ووصلت سنغافورة إلى هذا. حتى ماليزيا، يعني أستاذ محمد محاضير شخصيا كان يقول وأيضا بأنه أول ما بدأ بإصلاح، حتى في تركيا في كل مكان، يعني إصلاح النظام السياسي الشرق وإصلاح، إذا لم يوجد كما فعله يعني الإسلام في البداية بدأ بالتغيير. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله كان وحده، ولكنه انضم إليه وآمن به وآمن به وآمن به لغاية ما وصل إلى تغيير المجتمع. وحينئذ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك اليوم حقيقة وظيفة العلماء الربانيين الواعين الفقهاء، وليس مجرد خطباء، هؤلاء وظيفتهم أن يوجهوا الأمة إلى إصلاح النظام السياسي بالحكمة والموعظة الحسنة، وإصلاح النظام التعليمي من حتى، وإصلاح النظام الديني بصراحة حتى عندنا، من حيث الاجتهاد، من حيث التجديد، من حيث ما هو من الثوابت وما ليس من الثوابت، وما ودور العقل ودور النقل. أيضا بصراحة لا زالت عندنا نحن مشاكل كبيرة جدا عند عدد كبير من بعض العلماء، وكذلك من بعض الجماعات المتشددة وحتى غير المتشددة، لا زالت القضايا الاجتهادية والتجديدية لا زالت. نعم. حقيقة لم يصل إلى المستوى المطلوب. فلذلك دور العلماء كبير ودور المفكرين كبير، وأنا أقول الآن أنتم كذلك كإعلاميين لكم دور كبير جدا في هذا المجال، لأن الإعلام الله سبحانه وتعالى سماه بالجهاد الكبير، وجاهدهم به، أي بنشر الدعوة وبنشر القرآن جهادا كبيرا. وليس المقصود بالجهاد هنا جهاد الحرب، الجهاد هنا في من السور المكية هو مقصود به جهاد الدعوة وهو الإعلام، جهاد التوصيل، جهاد التغيير من خلال الإعلام. فلذلك العلماء والمفكرون والإعلاميون بجميع الوسائل مطالبون بتحقيق هذه الأهداف التي إذا لم نصل إليها ولم نحققها نبقى هكذا متخلفين وممزقين ومفرقين. للحديث بقية فضيلة الدكتور علي القرداغي، بعد فاصل قصير نذهب إلى فاصل ونعود لاستكمال الحوار مع فضيلة الدكتور علي القرداغي. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا
أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور علي محي الدين القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أرحب بك مرة أخرى فضيلة الدكتور. بارك الله فيكم. حياكم الله دكتور. مؤخرا قرأنا للاتحاد تهنئة لعلماء طبعا الاتحاد علماء المسلمين تهنئة لحركة طالبان وللشعب الأفغاني بإخراج المحتلين بجميع صنوفهم من أفغانستان، وأكد الاتحاد أنه يبذل كل جهوده لخدمة الشعب الأفغاني في اختيار حكومة عادلة وقوية ورحيمة وحضارية. ما المطلوب من الأحزاب والحركات الإسلامية دكتور التي تتمكن من الوصول إلى الحكم في هذا العالم الذي لديه يعني حالة غير مسبوقة من مقاسات محددة ونفاق عالمي فيما يتعلق بالنظرة إلى الأنظمة الحاكمة؟ صحيح، هناك لا شك ازدواجية كبيرة جدا في المعايير بالنسبة للغرب. يعني فرنسا تنتقد طالبان لأنها تمنع المرأة من حريتها، وهي نفسها أصدرت عدة قوانين لمنع المرأة المسلمة من لبس الحجاب داخل المدارس، داخل الأماكن العامة، داخل الوظائف، رغم أنها حرية معروفة إلى آخرها، وهي التي تطلب إلى آخر ما الأشياء الغريبة جدا. ولكن حقيقة الواجب إحنا في نظرنا أن حركة الطالبان، نحن اجتمعنا معهم حتى قبل يعني انتصارهم الأخير من خلال هذه السنة، حينما كانوا يتفاوضون مع وفد الحكومة ويتفاوضون مع الأمريكان، وجلسنا معهم. وواجبنا جميعا أن حقيقة أن نقوم بأمرين: الأمر الأول بالتأكيد الوقوف معهم، والأمر الثاني إرشادهم وتوجيههم. والدين النصيحة، وليس من باب أننا أكبر منهم، الدين النصيحة يعني من الجميع. يعني قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. ولذلك يقول بعض العلماء: ليس هناك شخص أكبر من أن ينصح، وليس هناك شخص أصغر من أن ينصح، من خلال هذه الحديث النبوي الشريف. فنحن حقيقة نصحناهم وجلسنا معهم وبينا كذلك يعني ضرورة التجديد في خاصة في الفكر السياسي وفي قضايا يعني أمور كثيرة جدا، وهم يسمعون حقيقة إلى حد كبير. وأيضا فلذلك يجب على أنا في نظري جميع الجمعيات الإسلامية والحركات الإسلامية أن تقف وتقدم خبراتها إلى إخواننا، وأيضا تقدم المساعدة والمعونة للشعب الأفغاني، لأن الشعب الأفغاني حقيقة شعب فقير جدا يحتاج إلى يعني المعونة والمساعدة من كل الجوانب، وهذا واجبنا جميعا نحو هذه المجموعة. هذه المجموعة حقيقة أنا في اعتقادنا، وأنا التقيت بهم كثيرا وكما قلت، وأرى أنهم تغيروا إلى حد كبير، ولكنهم بالتأكيد يحتاجون إلى مزيد من المساعدة والمعونة، وإلى أن يحققوا إن شاء الله حكومة كما قلنا في بياننا تكون قدوة، لأنهم الآن بصراحة في الواجهة. لا سامح الله إذا لم يقدموا نموذجا جيدا، أنا في اعتقادي سيكون لها آثار سلبية. وإن شاء الله نأمل ونستبشر الخير إلى الآن من خلال مواقفهم، بالإضافة إلى أنهم الآن أيضا يتفاوضوا مع أستاذ، يعني علاقتهم الآن جيدة مع أستاذ حكمتيار، وكذلك مع عبد الله عبد الله، وهما كلاهما كانوا من قادة المجاهدين. والآن إن شاء الله في محاولة حتى من طرف الاتحاد، بالمناسبة هذا ربما معلومة جديدة، من طرف الاتحاد للإصلاح بين ابن أستاذ مسعود شاه أسد بانشير كما كان يسميه الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه وابنه حقيقة، وبين قادة الحركة حركة الطالبان، لعلنا نوفق إن شاء الله في الجمع بينهما بإذن الله تعالى. وهذا من ضمن الأدوار التي يقوم بها الاتحاد في خدمة قضايا الأمة. نعم. فضيلة الدكتور، من ناحية أخرى للمشهد صورة مقابلة ومختلفة تماما، وهي انهيار هذه القوة الأمريكية بعد 20 عاما من الصراع
والقتال المباشر في دولة فقيرة كأفغانستان كما تفضلتم، وأمام مجاهدين لا يمتلكون كثيرا من الأسلحة والطائرات المتطورة كما يجري لدى بعض الجماعات التي تدعمها جهات مثل الكيان الصهيوني والأمريكان، ومع ذلك تمكن المجاهدون من إخراج هذه القوة الطاغية المحتلة من أفغانستان. ماذا يعني لكم في الاتحاد هذا التطور، وهل يبشر بأن الأمة يمكنها أن تتخلص من كل الاحتلالات الموجودة وعلى رأسها الاحتلال الصهيوني في فلسطين؟ حقيقة يعني أنا في اعتقادي ما حدث قبل انتصار الأفغان في غزة حقيقة، يعني غزة مساحتها في حدود 300 كيلومتر وشوية، وتقف أمام يعني هذه القوة الكبيرة بكل أسلحتها الفتاكة وتنتصر، أقل شيء لا يستطيع العدو أن يدخل في أي عمق، وإنما من بعيد يدمر. هذا حقيقة أيضا حجة نحن سميناها في بياناتنا، الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الأمة الإسلامية والتي يبلغ عددها حوالي 1.7 مليار نسمة الآن، وعلى الأمة العربية أيضا التي يبلغ عددها في حدود 300 مليون نسمة. نعم. فما بالك إذا كان ومساحتها في حدود يعني آلاف من كيلومترات، بل ملايين الكيلومترات عفوا، في العالم العربي والعالم الإسلامي في حدود قريب من 20 أو قريب من 25 مليون كيلومتر مثلا، فما بالك لو عالم الإسلامي اتفقوا أو معظمهم. هذه إقامة الحجة. كذلك ما حدث أيضا في أفغانستان بصراحة حجة على الجميع، لأنه إنما لابد أن تدرس. يعني حقيقة أنا في اعتقادي أهم درس في هذه المسألة أو من هذا المشهد هو ما يأتي. أولا أن الجنود الذين تدربهم أو يدربهم المحتلون يدربهم على عقيدة التبعية للغرب أو الشرق، وطبعا وليس على العقيدة التي تستطيع أو تمكن الشخص من التضحية بنفسه، وإنما دائما هؤلاء الجنود وهؤلاء الحكام مع الأسف الشديد ينظرون إلى الغرب لحماية أو الشرق لحماية كراسيهم. يعني احنا رأينا حتى في أيام ترامب أهان بعض الحكام العرب إهانة شديدة جدا ولم نسمع منهم شيئا أبدا. لماذا؟ لأنه هو يظن بأن حماية كرسيه استغفر الله ليست بيد الله وإنما بيد ترامب أو كذا. هذه العقيدة الضعيفة لا تبني الإنسان وإلا بالمناسبة أمريكان الآن مذهولون مصدومون، يقول نحن صرفنا أكثر من تقريبا الحرب كلفتهم مع العراق 2 تريليون، وصرفوا فعلا على الأسلحة وعلى التدريب 70 مليار دولار، وكونوا جيشا قوامه 300 ألف شخص، وأعطوهم أسلحة جدا متطورة. اليوم يخافون من أن تصل هذه الأسلحة إلى أيدي الروس أو الصين، طائرات متقدمة غريبة جدا. هذا الجيش انهار خلال أسبوع ولم يستطيع أن يقاوم. هم دول 300 ألف وطالبان. وما يستغربون منه فضيلة الدكتور هو أن الانهيار كان سريعا جدا، يعني هم كانوا يتوقعون أن تصمد الحكومة مثلا ستة أشهر لكنها لم تصمد أسبوعا واحدا، 6 أيام يعني. أيضا أخي الكريم ليش نروح بعيد، الجيوش العربية التي يعني صرفت عليها أيضا مليارات في عام 1967 كم ساعة حقيقة؟ ست ساعات وليس ستة أيام. وأيضا حتى مع الأسف الشديد أشياء كثيرة جدا، يعني فقصت الجيوش إذا لم تبنى على العقيدة هكذا. فالآن لابد، هذا ما ندعو أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية، ندعوهم إلى العودة حتى لمصلحتهم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، والله إن هذا الدين في عقيدته وفي شريعته وفي أخلاقه خير لهم في دينهم وفي دنياهم. نعم فضلت الدكتور، في نقطة أخرى حتى ننتهي من هذا المحور مواقف الاتحاد من قضايا الأمة، سبق لكم أن دعوتم مرارا إلى إخراج زكاة الثروات الحكومات الإسلامية
وخمس النفط لإنهاء الفقر في العالم الإسلامي. هل وجدت هذه الدعوة استجابة من الحكومات الإسلامية الغنية؟ الله يبارك فيك. حقيقة نحن في الاتحاد العالمي يعني لا نهتم بالجانب الفكري، وإنما نهتم بالجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الإصلاحي. ففي مجال الجانب يعني الاقتصادي والاجتماعي قدمنا مشروعين، مشروع الزكاة ومشروع الوقف. أما مشروع الزكاة فأنا حسبت بنفسي مع فريق عمل معي عام 2007، فوصلت أن يعني قيمة الزكاة وليس موجودات الزكوية، يعني الذي مفروض أن يصل للفقراء والمحتاجين، كان في الخليج 100 مليار وفي بقية العالم الإسلامي 300 مليار، وأنا حسبت على أقل، قلت 300 مليار دولار سنويا. ورتبنا ترتيب كيف لو فرضا، وقدمنا مشروع. مع الأسف الشديد العالم العربي لم يستجب لنا، لكن من الذي استجاب وتحرك؟ الأمم المتحدة. الأمم المتحدة أرسلوا إلينا أو إلي بالذات المستشار الخاص لهم، وعملنا معهم عدة اجتماعات وبينت لهم الشروط. إذا هم دخلوا في المسألة لابد أن تكون تحت إشراف لجنة وإلى آخرها، إلى فهم اللي إن صح التعبير في البداية سال لعابهم إلى هذا الكنز الدفين 300 مليار دولار على أقل تقدير، وفي نظري يصل إلى 500 مليار لو حسبنا خمس النفط والبترول. أنا ما حسبت بالمناسبة أخي الحبيب، ما حسبت إلا الزكوات على أموال الناس وعلى البورصات وعلى البنوك وما أشبه ذلك فقط، هذا الذي تصل الزكاة فيها إلى 300 مليار. لو حسبنا يعني البترول الخمس 20، ولو حسبنا كذلك الصناديق السيادية لدى دول، يمكن يصل إلى حوالي 700-800 مليار دولار. مع ذلك إذن مع الأسف الشديد لم يستجيبوا، لكن نحن بدأنا حقيقة بإنشاء بعض يعني بالتعاون مع بعض الجمعيات لتحويل الزكاة للتنمية، لأن نعم. القرآن الكريم ذكر هدفين في الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذا هو يتعلق بالجانب النفسي للغني وكذلك للفقير، ولكن وتزكيهم أي تزيدهم اقتصاديا واجتماعيا وما أشبه ذلك، ففي هدفان أساسيان. فنحن يمكن الهدف الأول يتحقق شوية، لكن الهدف الثاني نعم. مع الأسف الشديد يزداد الناس فقرا. ولكن الآن بعض الدول يعني على سبيل المثال أردن حقيقة أيضا اتصلوا بنا، وبيننا وبينهم نوع من الحراك والمشاورة في كيفية تحريك نوعا ما والاستفادة نعم. من الزكاة. نعم فضيلة الدكتور، يعني هذا الكلام الذي تفضلتم به يأتي بينما هناك ما يسمى بالهدر الغذائي في بعض الدول العربية يصل إلى عشرات مليارات الدولارات مع الأسف الشديد، نسأل الله أن يعني يهدي الجميع إلى الصواب. ننتقل إلى محور آخر فضيلة الدكتور، يتعلق بلقائكم قبل شهور مع الرئيس العراقي برهم صالح، والدعوة المشتركة منكما إلى أهمية ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين كافة الطوائف في العراق والمكونات وحماية السلم المجتمعي. لكن صح. إلى أي مدى تعتقدون دكتور أن الشعب العراقي يعيش في ظلال هذه المفاهيم السمحة، وأنه بالفعل يوجد تعايش مجتمعي سلمي؟ لا شك أن العراق بلد حضاري قدم للعالم، وهذا ليس كلاما مني إنما هو كلام المنصفين من الغربيين والشرقيين والمستشرقين، يقولون بأن الحضارة الإسلامية التي أقيمت في بغداد دار السلام هي التي حقيقة كانت نورا وإشعاعا للعالم، ومن هذه الحضارة تعلم العالم العلوم والمنهج التجريبي والمناهج التجريبية التي كانت تمتاز بها الحضارة الإسلامية. هذا البلد العزيز حقيقة له هويته المعروفة الإسلامية طوال أكثر من ألف يعني أربعة خمسة تقريبا طوال 15 قرن. نعم. مع الأسف الشديد يعني ضمن الاحتلال دائما يعني هو مسؤول لا شك،
لا شك أن الاحتلال الأمريكي له دور خطير جدا فيما وقع للعراق وفيما حدث للعراق، يعني لأنه الاحتلال دائما، احنا هذا إيماننا وهذا عقيدة وهذه عقيدتنا، الاحتلال لا يأتي بخير. ومن هنا يعني كما قال رب العالمين في بيان الطغيان، قال يعني في فرعون حينما قال يعني يستضعف طائفة منهم يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. بس شوف في البداية يستضعف طائفة منهم، يعني معنى إيش؟ أنه الطاغية أو لا يريد أن تكون مكونات الشعب على قدم متساوية، وإنما يثير مجموعة وضد مجموعة، وبالتالي يجعل طائفة مستضعفة وطائفة قوية. شوفي هذا جميل، بعد ذلك يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. حقيقة هذا ما حدث، يعني أكون صريح وإحنا قلنا هذا الكلام، ما حدث في العراق مع الأسف الشديد. وإحنا عندنا تجارب في العراق إذا تسمح لي، هذه التجارب حقيقة التجارب الجديدة كانت فاشلة لأنها لم تكن قائمة على عقيدتنا الصحيحة وعلى المساواة بين الجميع، وبالتالي خسر العراق الكثير والكثير. وأنا أعتقد ما وصل إليه العراق من الاحتلال كان بسبب هذه المشاكل الداخلية. فالمفروض، وهذا أنا ما قلته لأستاذ برهم يعني خلال جلسة طويلة معه، قلت يجب على قادة العراق الجدد، يجب عليهم أن يستفيدوا الدروس، يعني حتى لو اليوم استطاعوا أن يستضعفوا طائفة ويقووا طائفة، ولكنه في النتيجة ليس هذا لمصلحة حتى الطائفتين، لأنه يكون هناك صراع وتاتشر. وإحنا كنا، رغم أننا لا أريد أن أستشهد بكلام، لكنه حقيقة قالت كلمة، والحكمة تؤخذ من أي إنسان. حينما فرضت رسوما سماها ضريبة الرأس أثارت مشكلة، فقدمت استقالتها، فالناس قالوا لماذا؟ قال أنا أريد بصراحة أن يكون الشعب متناغما ومنسجما، فحينما يكون الرئيس سببا للصراع داخل الشعب فأحد الأمرين، إما أن يضعف الشعب وهذا لا أريده، فعلي أن أتخلى. فلذلك أنا أرجو من العراق الحبيب ورجائي ومناشدتي لقادة العراق أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشعب دكتور العظيم. دكتور اسمح لي بالمقاطعة لضيق الوقت، لكن أريد أن أسمع رأيك في هذه النقطة. نحن في الحقيقة أمام لا شك رئاسات ثلاث في العراق، ونعرف هذه التشكيلة يعني السياسية في العراق، لكن هناك فئة على ما يبدو فئة متسلطة تتحكم بالمشهد العراقي منذ سنوات طويلة جدا. صح. وهذه الفئة تتعامل مع الشعب العراقي بعدائية شديدة، بمعنى أنها تهجر الناس، تمنعهم من العودة إلى منازلهم. صح. لديها مخططات مثلا في الطرمية كما حصل في جرف الصخر، الإبعاد، الاعتقالات بعشرات الآلاف، القتل على الهوية وغيرها من كل الأساليب التي تعرفها جيدا دكتور. أمام هذا المشهد ما الذي يمكن الحديث عنه سياسيا؟ يعني ما الذي تبقى للمواطن العراقي من كرامة ومن حتى حياة؟ أولا حقيقة لا شك أن كل ما يعني تحقق من هذه الأمور طائفية بغيضة متنافية تماما ومتعارضة تماما، وأنا أقول هذا يعني كعالم وكمسؤول، متعارضة تماما مع الإسلام سنة وشيعة حقيقية. لا يمكن لآل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أجدادنا، لا يمكن أن يقبلوا بإذلال الآخرين وإخراج الآخرين، بل إن الجهاد الذي قام به يعني جدهم سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأجل الظلم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم. السببان الأساسيان ليس سببا دينيا، إخراج من الديار والظلم، بعد ذلك يأتي أمور أخرى. فلذلك ما يقومون به غير صحيح، وما يقومون به لا ينجح ولا يحقق الخير. أكبر دليل على ذلك أن
الشعب حتى في المنطقة الجنوب ليسوا راضين عن هذا الأداء، لأن هذا الأداء ليس لمصلحة العراقيين، لمصلحة طائفة معينة، وبصراحة لمصلحة ميليشيات. أنا صريح، لمصلحة ميليشيات، وهذه الميليشيات حقيقة يعني مستغرقة مع الأسف الشديد أيضا في الفساد. يعني بلد عزيز مثل البصرة، أنا تقطع حقيقة قلبي، وأثرنا بيانا حينما يصاب 400,000 شخص بأمراض بسبب سوء المياه وعدم وجود المياه النظيفة، وكذلك ما حدث في هذا المستشفى الذي أحرق، هذا في ظل، طيب ما الذي قدموه بكل هذه الإمكانيات؟ لا قدموا للدين ولا قدموا للدنيا، وإنما مثل ما تفضلت إخراج وتخريج، ويظنون بذلك أنهم يرضون يعني آل البيت. والله آل البيت لا يمكن، وأنا من آل البيت إن شاء الله، لا يمكن أن يقبلوا بذلك، لأنهم هم قبل كل شيء هم يعتزون بإسلامهم وهم نشروا هذا الدين الحقيقي. فلذلك أرجو أن هذه أن يكفوا عن هذه الجرائم، أقول هذه الجرائم ضد الإنسان، جرائم التهجير. نرجو أن تصل هذه الدعوة فضيلة الدكتور. جرائم الإخراج أخي. نعم. جرائم الطائفية البغيضة من أي طرف كانت. يعني حقيقة إحنا ما عندنا مشكلة. فضيلة الدكتور. العراق دقيقة ثانية واحدة. تفضل. العراق لم يعرف، أنا عشت في بغداد كثيرا وحضرتك عارف، ولم أرى في حينما كان السنة يحكم حقيقة أنه إحنا نثير مشكلة لا سامح الله لإخواننا الشيعة. إذا كان هناك حاكم ظالم فما باله هالشعب المسكين في موصل، في رمادي، في غير ذلك. فليتقوا الله، والله إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل، وما ربك بغافل عما يعمل الظالم. فضيلة الدكتور اسمح لي، نحن بدأنا من منطقة القرداغ في كردستان من مسقط رأسكم، واسمح لي أن ننتهي بالحوار معكم بأولى القبلتين القدس الشريف. سبق أن أكدتم في أكثر من مناسبة أن من أعظم الأمانات التي يجب أن نحافظ عليها ولا نتخلى عنها هي الأقصى المبارك، وكذلك دعوتم إلى عدم التطبيع، أو قلتم بأنه التطبيع خيانة عظمى للمسلمين ولقضاياهم. ماذا تقولون الآن وقد اتضحت الصورة أكثر بعد كل هذا اللغط الذي دار في الفترة الماضية إبان حكم ترامب في العالم؟ لا، أولا حقيقة ما سماه بصفقة القرن، وهي حقيقة كانت صفعة القرن، انتهت والحمد لله، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يفشل هذه المشاريع، وأصبحت الدول التي بصراحة يعني ادعت ويعني قبلت بالتطبيع والتطبيل اليوم حقيقة معزولة عن مجتمعنا العربي والإسلامي. وحتى سبحان الله لم توفق هذه الدول، ولم توفق لا في الدنيا ولا في الآخرة، وما صرفتها من الأموال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وما قدموه حقيقة للمحتلين كانت بصراحة خزيا وخيانة عظمى في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك في حق المسلمين وفي حق إخواننا في فلسطين. فهذه حقيقة إحنا موقفنا واضح جدا جدا من أي شخص ومن أي دولة، وحتى الأمم المتحدة يعني فيما يتعلق بالقدس والمناطق المحتلة، كل العالم إذا لم يكن عندهم ازدواجية، هذا الحق واضح جدا بأن هذا حق فلسطيني كما نحن نسميه، وعربي وإسلامي وإنساني، فلا يجوز لأي أحد أن يتنازل عن حقه. وكيف نحن نتنازل عن قبلتنا الأولى؟ علماءنا السابقون قالوا، حتى في أيام سلطان سليم كان يسمي نفسه بالمناسبة خادم الحرمين الشريفين، يقصد بالحرمين في هذا المجال الأقصى والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، أما المدينة فكان أمر آخر، قال هذا أنا خادمه الخاص. فقصدي، والرب العالمين شوف القرآن ربط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام، المبدأ والمنتهى. فلذلك يعني بوصلة الأمة لابد أن تكون مربوطة بقضاياها. إخوة الكرام، يعني شوف الصين
لم تتنازل عن اسمه ايش هذه المدينة الصغيرة اللي رغم انها مساحتها ملايين وعددها فوق مليون ونص، ومع ذلك ظلت تحافظ والان تحارب على تايوان وهكذا. فلذلك يجب على الأمة الإسلامية والأمة العربية ان تجعل هذه قضية الاولى. بلا شك نشكر فضيلتكم على إتاحة هذه الفرصة، سعداء جدا باللقاء معكم. فضيلة الدكتور علي محي الدين القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، جزاكم الله خيرا دكتور. وجزاكم خيرا، بارك الله فيكم أخي. كما نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة في هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور علي القرداغي، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.